مقاسات كتير. أمنية بيتمناها عريس اليوم لمصر، أشوفها في أحسن حال طبعا، وأفضل دولة في العالم. أشوفها في أحسن حال وأفضل دولة في العالم. عريسنا بينقل أمنية الزوجة عبر تأييدنا في ثورتنا ومليونيتنا النهارده. تفتكر الزوجة مؤيدة للقرار؟ لا، شيء أساسي. شيء أساسي. طب تعمل إيه لو كانت الزوجة مش مؤيدة للقرار؟ طيب إحنا بنشكر عريسنا النهارده، وعايزين نبارك له تاني. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عايزين نقول لهم نشيد، بس يعني مشكلة هو مش مناسب للفرح يعني. طيب يعني ماشي خلاص. عايزين تأييد للقرار؟ يلا مع بعض.